يا أيها الناس في كل الأرض، من منبر الأزهر الشريف في أرض الكنانة نرسل هذا النداء إلى العالم بأسره، إلى الإنسانية والبشرية جمعاء على مختلف مذاهبهم وعقائدهم ومللهم ونعلهم. إنما وقع بالأمة من وباء عجز عن إزهابه عباقرة الطب والعلم الحديث نذير من النذر، يحمل للبشرية الدلالة الساطعة والبراهين القاطعة أن لهذا الكون إلها خلق فسوى وقدر فهدى قادر على كل شيء. النداء الثاني إلى أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها: توبوا إلى الله، اصطلحوا مع الله، ضعوا يدكم في يد الله لأنه حق، ولوا وجوهكم شطر الله لأنه نعم النصير. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة. النداء الثالث نرسله من أزهرنا الشريف في أرض الكنانة للعالم: أن تعاونوا أيها الأغنياء مع الفقراء ومع المرضى، وأيتها الأسر وأيها الأفراد، ويا كل الدول الغنية استعينوا وأعينوا إخوانكم في الدول الفقيرة في هذا الوباء وفي هذا العلاج. النداء الرابع والأخير إلى القائمين على الأسرة البيضاء، إلى الممرضين وإلى الأطباء: أخلصوا العمل وأيقنوا أنكم بمعالجتكم للمرضى تقومون بأعظم عبادة وقربة إلى الله تعالى. حسبكم أن رب العزة قال في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. فاندهش العبد وقال: يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ انظروا، يجد رب العزة عند المريض الذي يقوم بمجرد عيادته، فما بالك بمن يقوم بعلاجه؟ ما بالك بمن يقوم بخدمته؟ ما بالك بمن يقوم بمساعدته؟ هذه نداءات نوجهها من هنا مخلصين فيها لله رب العالمين، داعين خالق القوى والقدر وقيوم السماوات والأرض أن يكشف عنا هذا الوباء. اللهم اكشف عنا هذا الوباء. اللهم إنا نسألك وأنت على كل شيء قدير، ليس لنا رب سواك، ليس لنا إله سواك نسأله. نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. إنك أنت الله الأعز الأكرم، اشف مرضى المسلمين، اشفنا يا رب العالمين، واكشف عنا هذا الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، واشف كل المرضى يا أرحم الراحمين.